على ذكر العنصرية قبل ما اختم مع الدكتور سعيد، حقيقة كان في مشهد عنصري كان تعرض للإمارات النهاردة والموقف مع قطر، مشهد يعني كل ما اشوفه مستفز جدا، وهو لمحمد بن زايد مع البنت الأولى على الثانوية العامة في الإمارات اللي قالت له أحرق لك الأولى على الدولة، سواء على كافة الجنسيات وحتى على المواطنين، على المسار المتقدم، ولي الشرف الموجود قدامك. خمسة الله يبارك في حياتك. مرحبا. ونحن جايبين في الخطة يا سيد الأولى بيقول لك شيخ إنه لو يبغاني أروح اليمن بروح. شوف شوف الحين ما جالك. شوف شوف. وانتبه العسكري المدني أو حتى حرك اليمن ما هي. بعيدا عن الجمله ما كنتش ممكن تتخيلها كعربي في أسوأ كوابيسك، ان اماراتي ولا سعودي ولا مصري ولا كائنا من كان يقول لك احرق اليمن. وبعيدا عن انه بالذات العسكر في مصر حقيقه من اول المذنبين في اليمن، واليمن واحنا كمصر دفعنا عشرات الالاف من الناس اللي ماتوا بسبب العسكر وغبائهم على الاقل يعني. لكن لما تشوف البنت ايه اللي يولع فيك، لما تشوف البنت دي بتتكلم الاماراتيه بتتكلم على حرق اليمن على بلد الإمارات، كل الاحترام والتقدير للإمارات شعبا وأرضا، لكن عمرها في عمر الزمن إيه؟ لا شيء لا شيء. اليمن واحدة من أهم الحضارات في التاريخ، حضارة اليمن لما تشعر دي بتشعره بالوطنية. أصبحت الوطنية الإماراتية والإماراتية العربية أحرق لك اليمن، لعنة الله على الظالمين، أنت والإمارات تحرقوا اليمن. اليمن محفوظة بإذن ربي ورب، زي ما سوريا ومصر وليبيا محفوظين، لكنه هو اختبار صعيب وسنتجاوزه جميعا. المصيبة مش في الفجور بتاعت الجملة، المصيبة في فجور الاستقبال من محمد بن زايد. فلولا فجره ما تجرأ هؤلاء. نعتذر لليمن شعبا وحضارة عما فعله السفهاء منا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى ضغط زر الاشتراك. شكرا جزيلا.